أطلقت جامعة الملك خالد برنامج اكتشف وتعلم، والذي يتضمن برامج عديدة تشمل برامج تدريبية وثقافية وسياحية. ويستهدف البرنامج الطلاب الزوار للجامعة، ويضمن لهم السكن والتغذية والمواصلات واستخدام جميع مرافق الجامعة. برنامج جديد ما قد سمعته في أي جامعة أخرى، حفزني أني أكمل فيه أو أستمر في طلب دراسة الصيف في جامعة الملك خالد. اكتشف وتعلم فكرتها حاجة ثانية، فكرتها بس سياحة، لكن لما طلعت على الإعلان شفت أنه فيه دراسة وفيه سياحة، فهذا شيء حلو أنه اثنين في واحد.